للزمالك؟ هل لعيبة؟ هل تشكيل؟ هل كارتيرون طريقة اختياره للتشكيل، ولا طريقة قرايته للماتش وإدارته للماتش، ولا اللعيبة ما بتنفس؟ إيه الأسباب بالظبط؟ أول حاجة كارتيرون يشيل الفيلم ده كله. وأنت ما وراكش غير إن لازم تشيل المدرب؟ أيوة. هو مين دلوقتي بينزل التشكيل؟ هو كارتيرون. طيب أول تغييرين عملهم وأنت متعادل وعايز تكسب، هنزل المسلوسي ومروان حمدي؟ طب ما انت عندك اسامه فيصل، هو عندك سيف. طب ما هو مروان حمدي ده بيلعب ايه يا كابتن؟ بيلعب طيشه. لا ايوه طيشه، طيشة. اسمع الكلام، الكره معموله النهارده بالعرض له، الراجل اتزحلق وهي عدته، المفروض هو يحط جون، يوقف ويحط جون. ده هو سابها كمان للي جاي، يعني عدت من بين رجله ولا من جنب رجله، يعني لا يصلح للاستمرار. لا يصلح ان هو يلعب في نادي الزمالك اصلا. واللي جابه ده لازم، يعني ده اهدار مال عام. انت جابه بناء على ايه؟ عشان جاب جون في الزمالك؟ انت هنرجع بقى زي النغمه بتاعت زمان، كل اللي كان يجيب جون في الزمالك نجيبه، كل اللي يجيب جون. ما انت لازم عشان يجي الزمالك ويجي الاهلي ده لازم بتدرسه وتشوفه جايب كام جون، تحركاته، هو محطه. طيب بس انت ما عندكش الاول، قبل ما اتكلم في التغييرات، انت ما عندكش اعتراض على التشكيل؟ لا عندي طبعا. طيب نعرض التشكيل لو معانا يا جماعه، ايه الاعتراض بقى؟ الاعتراض ان هو لازم يبدا باسامه فيصل، ولازم والجزيري. طب ما هو بدا بسيف الجزيري، ما هو سيف الجزيري ما كانش، والاثنين جنب بعض، الاثنين جنب بعض. انت عايز تكسب، هو انت مش عاجبك حاجه؟ لا انا عايز اكسب. يابا بسيف الجزيري، يابا وجنبه اسامه فيصل، واحد بيجري ايوه انا عايز اكسب. وعلى الطرف من هنا زيزو، وعلى الطرف من هنا اشرف بن شرقي، والاثنين اللي هم في الديفندرات طارق حامد وساسي، واخد بالك؟ انما المشكله ان هو يعني ما كانش يبدا باسلام جابر. لا ما يبداش باسلام جابر، مع ان عمل الجون الاولاني، بس عملوا ايه؟ عملوا في مساحه ومهاره فرديه من سيف الجزيري، ان وقف وعالكره استلم كويس، وبعد كده ميس على الباك تاني، والباك ده انا معرفش بيلعب الكوره ازاي يا كابتن عبد الحميد، ميس عليه في حته زي دي، فتح له الزاويه ازاي يعني؟ ده انت الف في كوره، انت بتسد له الحته اللي هو الخطر اللي بيروح منها. فالراجل قام جاي عامل تاني عليه كده، وقام جاي حطيتها طبعا جون، جون يعني هو وجون عمرو وجون احلى ما في المباراه، تلات اهداف النهارده احلى ما في المباراه. انما فكر كارترون بالشكل ده، قول يا رحمن يا رحيم على الدوري. طب هو متصدر الدوري. ايوه متصدر الدوري، انت بتكسب طلاع الجيش النهارده بالضالين، هتيجي تعمل ايه الماتش اللي جاي والماتش اللي بعديه؟ المهم انه بيكسب. لا ما مش هتستمر، مش استمراريه. هو النهارده يحمد ربنا ان هو نزل سيف ونزل اسامه فيصل، نزلهم الاثنين، هو واحد عمل الفاول والتاني جاب الجون. طب ما تنزلهم الاول، ما قبل اللي اسمه مروان حمدي وقبل المسلوسي، عشان تظبط الدنيا. واحد مهاري بيعرف، يعني مثلا سيف فاروق جعفر لسه اول مباراه يلعبها، ويقف على الكوره ويرقص ويعدي ويروح، عنده ثقه في نفسه، راجل له شخصيه اهو كويس. طب يبقى اذا طب ما انا اديله، بدل ما احنا شفنا اسلام جابر كتير وشفنا مش عارف مين كتير، طب ما تدي الراجل ده. هو مش عايز يديله ماتش، يعني هديله امتى؟ ده عنده 20 سنه ولا 21 سنه؟ مش هيديله من الاول يا كابتن رضا، وهو في نفس الوقت غير لما يطمن ان هو خد ثقه. امال بيتمرن الدوري الممتاز انا بس، امال بيديله اخر خمس دقائق، اخر 10 دقائق بيجربه. حبيب قلبي بص، مش هيرجع اوباما ويرجع شيكابالا، الاثنين دول هينزلوا تاني، اللي هم كسبوه النهارده هينزلوا تاني، ولو ما نزلوش هيقعدوا مش هيلعبهم تاني. ماشي. هو طبعا هو معروف ان سيف فاروق جعفر كان من ضمن اللعيبه اللي موقوفه، كان موقوف خمس ماتشات، فعشان كده ده اول ماتش بيلعبه. لكن انت بتتكلم جابوا عموما ليه؟ انت ليه؟ بتتكلم عموما ان هو يعني كان المفروض من بدري يبدا. لا قعد بقى مروان حمدي ده، وخلى على طول اسامه فيصل، لو انت مش هتبدا بيه يبقى قاعد احتياطي. لان في ماتشات هتحتاج ان انت تلعب بفريق واحد، فيبقى الجزيري يبقى احتياطي له اسامه فيصل. عندك زيزو بقاله فتره وبن شرقي بقاله فتره، الاثنين مش في حالتهم. لما تدي اللعيب زي ده وهو عنده 22 سنه هتدي له امتى يا اسلام؟ هو عنده 17 سنه عشان نقول هو خايف عليه او ان هو خايف يدفع؟ ده راجل عنده شخصيه، وراجل لما نزل عمل كره كده وعدى وخد فاول اترفعت دخل الجون. امال ده بقى لو خد من الوقت، يعني هو لو كان نزل مكان
مروان حمدي والمسلوسي وكان حازم امام فضل وبيلعب وراه، هيعملوا جبهه جامده جدا لان الاثنين لاعبين الكوره. طيب يبقى اول حاجه في تاخر فوز الزمالك النهارده ان الكارتيرون ما لعبش باتنين راس حرب، باتنين راس حربه ان مش طمعان في الماتش من اوله، ده رقم واحد. ان المفروض ان انت بالذات الفرق اللي هي الصغيره دي اللي هي طلع الجيش والمحله ولازم تضغط عليهم من الاول تديهم حاجه نزلت بالظبط كده، فبيقعدوا فتره قبل ما بيعدوا نص الملعب. فانت في الفتره دي هو النادي الاهلي بيعمل ايه؟ اول 7-8 دقايق بيجيب جون والتاني خلاص الموضوع انتهى، وطول الماتش بيسيبك تعمل اللي انت عايزه. بس هو حقق الهدف وجاب الاجوان، مش ده اللي كان بيعمله السنه اللي فاتت مع بايلر؟ ما بيعديش 10 دقايق لما الاهلي بيكون بيهدف. ليه؟ لان بينزل ضاغط وعايز يبين للناس ان انا هكسب. فلما بتنزل قدام الفرق الصغيره دي وتضغط عليهم هم بيتخضوا ويبدأ يقول لك لا ده النهارده هنشوف الويل لو احنا كل واحد ساب مكانه او اتخلى عن مكانه او ان مش هندافع كويس. فعشان كده الاهلي بيجيب جون والتاني، وبعد كده لازم الزمالك الفرقه اللي عايزه بطوله لازم تعمل كده، انما ما سيبش الاول الدنيا لغايه الدقيقه 27 لغايه ما جه جون في الزمالك. الزمالك ما راحش للجون، ما شفناش الجون اللي هو بسام محمد. انت شفته؟ لا ثواني بس، دي مشكله ايه؟ ما مشكله لعيبه نص الملعب حبيب قلبي، التشكيل من البدايه وان هو لازم ينزل ويقول ثواني بس، هاتوا لنا والنبي التشكيل تاني. يعني احنا قلنا اتنين راس حربه، فانت هتلاعب اسامه فيصل بدل اسلام جابر. في حد تاني في التشكيل مش عاجبك؟ لا لاعب حازم امام كويس، ايوه ماشي ماشي، فرجاني ساسي في ناس بقى النهارده، وطارق حامد بص واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ماشي. احنا بنقول ان اسمع بس، اسامه بن فيصل اسامه فيصل يلعب جنب الراجل ده، بس في لعيبه النهارده ما كانتش في حالتها زي ساسي وزي بن شرقي. طيب يبقى الراجل مالوش ذنب بقى؟ لا ازاي بقى؟ ازاي بقى ايه اللي مالوش ذنب؟ ما انت شفت بقى الشوط الاولاني اغير يا اسلام. طب ما هو غير، ما غير امتى؟ بعدين غير لي باتنين عجلتين نايمين، المسلوس واللي اسمه مروان حمدي، دول والله ما هيكسبوك، والله ما هيكسبوك. انت عايز تدي ادي زي اسامه، زي سيف جعفر، زي حسام اشرف، اللعيبه اللي عايزه تثبت نفسها دي، اللي هي عايزه تقول ان احنا هنا اهو، احنا اولاد النادي اهو، احنا اللي جايين واحنا الامل النادي زي ما بيقولوا. انما انت رايح بتدي اسلام جابر، ما احنا شفناها كتير ما بيعملش حاجه، ولا ده بالعكس ده خسرك بطوله افريقيا وخسرك بعديها كاس مصر، خرجك من كاس بس مصر. هو اسلام جابر بيلعب كل المراكز، يعني بيلعب باك ليفت ولا تحسه في اي مركز. يعني النهارده الكره اللي عملها التروباس ده عشان اصلا الراجل اللي بيلعب على سيف الجزيري بطيء. لو الراجل سريع هيروح يحط في ظهره وياخد الكوره، بس عشان بطيء وجاد في مساحه من السرو ده يعني كروس طويل، واللي هنا السرعه هي اللي فرقت. طيب انت حضرتك قلت ان يبقى علشان ما فيش اتنين راس حربه وكان لازم يلعب باسامه فيصل مش باسلام جابر، وفي نفس الوقت بعض اللعيبه ما كانتش في حالتها. ماشي، وان هو كمان لما جه يعني يغير من اداء التغييرات او اداء الفريق كان في بعضهم او يعني اختار الناس الغلط. طبعا اللي هو مروان وحمزه المسلوسي، دول نازلين في الدقيقه كام؟ ده مش راجع. دول نازلين في الدقيقه كام؟ بس انت ما اتكلمتش على طلائع الجيش. ما انا هكلمك على طلائع الجيش. هو عبد الحميد بسيوني الشوط الثاني كله وتحديدا تغيير اسمه ناصر ايه؟ منسي. ناصر منسي. تغييرته دي هي اللي قلبت الدنيا، ادت ايحاء للعيبه بتاع طلع الجيش ان هو هيدافع، هو كسبان 1-0 وهيدافع بقى خلاص. فلما نزل الراجل اللي هو الافريقي ده الزمالك استحوذ وضغط، واخد بالك، وجه الجون بدري جون التعادل. واصابه عمرو جمال اللي هو يعني كان فرس الرهان الشوط الاولاني وهو كل الكور طالع واخدها ويتضرب ويتخبط والكلام ده، الزمالك عايز فيرويد زي ده. عايز فيرويد؟ زي ده. زي عمرو جمال. طبعا عمرو جمال ولا عمرو مرعي؟ لا عمرو جمال. عمرو جمال. عمرو مرعي يعني اهوج وبيجري ويخبط وبتاع والكلام ده، انما ده بيعرف يجيب جون وبيعرف يبقى محطه وبيعرف ان هو يركبك على اي فرقه، بالذات في الكروسات. يعني ده على الكروسات اللي اتعملت النهارده من لعيبه الزمالك كان ممكن يجيب له جونين ثلاثه.
لو هو موجود مثلا في فرقه زي الزمالك او في الاهلي بالكروسات اللي هي بتبقى في الاخر الزمالك قدر ان هو يكسب وياخد 3 نقاط وهو متصدر بس يخوف بس الشكل يخوف ليه طب ما الاهلي بيقدر ان ما هما الاثنين بص هما الاثنين مش قادرين يعني هما الاثنين ماشيه معاهم بالبركه انا متهيألي لو في اداره في بيراميدز كويسه ومعاهم مدير فني كويس اعتقد انه الدوري السنه دي ممكن يروح لبيراميدز ايوه بس هو بيراميدز يعني مش مادي الاداء ما انا بقول لك لا يعني لا 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 اسمعني ما تعملش يعني لا ما يعني اداء المصري يعني اداء المصري ثواني بس لا انا بقول لك لو معاهم مدرب مع علي ماهر افضل من اداء بيراميدز معاه معاه كل التقدير والاحترام المصري بيقدم كرة والسموحة بتقدم كرة بس انا بقول لك على امكانيات اللعيبة النجوم اللي فيه لا وبعدين كمان رايحين جايبين مدرب على قده يعني انت جايب النجوم دي كلها وراح تجيب لهم مدرب اقل من امكانيات اللعيبة انا بقول لك لو من البداية جايبين مدرب كويس كان فرق عن الاهلي والزمالك بيراميدز طبعا يعني المشكلة في المدرب المشكله طبعا في بيراميدز ضد انت المدربين الاجانب ايوه لان بص كارتيرون موسيماني دولت بياكلوا عيش دول جايين طب اقسم بالله النهارده كارتيرون ما فاهم حاجه وبدليل اللي مش فاهم حاجه ينزل مروان حمدي وبعدين يطلع الجزير اللي هو عامل قلق وكل كوره طويله رايح واخدها وعامل قلبان انا نفسي اعرف لو الزمالك مثلا الرابع ولا الخامس كنت عملت ايه في كارتيرون عامل فيه يعني هو الراجل متصدر دلوقتي متصدر وانت ايه هو جاي بص استنى بس باتشيكو ثواني بس بعد الفاصل بعد الفاصل